السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة تيم دجال. ده تشوف الحلقة دي في قناة تيم دجال. الحلقة شباب عبارة عن ازاي تعمل فيه سكام او طريقة عمل فيه سكام، عشان في ناس طلبت مني الطريقة. طبعا يا شباب الطريقة سهلة جدا جدا جدا، وعشان اسهلها لكم اكتر واكتر جبت لكم برنامج كاميدزيا ستوديو 8. طبعا ده برنامج سهل جدا تعمل منه مونتاج و تتعلم منه مونتاج بسرعة، وجميل جدا جدا جدا، وتقدر تعمل الفيديو بجودة 1080 و720 واقل واي جودة انت عايزها، وبتبقى اتش دي. طبعا يا شباب ياريت قبل ما تبدأ الفيديو انت تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد نعمله، وياريت تعمل لنا لايك عشان ده بيحمسني جدا، وتكتب لي تعليق تحت لو انت اول مرة تشوفنا تعمل اشتراك. يلا ننتقل للشرح. طبعا هسيب لكم موضوع في رابط البرنامج ده وجميع صور في سكام اوريها لكم دلوقتي. طبعا اول حاجه تفتح المتصفح لم يكن يعني اول حاجه، عشان في سكام تطلع معاك مظبوطه لازم تكون الصوره جميله جدا اللي انت بصور منها، والصوره تكون واضحه. طبعا طبعا لازم يكون في فيديو عادي جدا جدا جدا. طبعا يا شباب اول حاجه تجيب الفيديو بتاعك اللي هو بتاع الالعاب عشان تركب عليه الفيس كام. ماشي، اول حاجه هتمسك الفيس كام. طبعا انا جبت فيديو انا مصوره قبل كده، انا بس هشرح انا هشرح على الفيديو، لكن انت بقى لما تيجي تصور الفيديو هيبقى عباره عن لعبه بس، وهوريك ازاي تركب الفيس كام عليه. هتروح على الفيديو بالشكل ده كده، تقول له كليك يمين، بعد كده هنقول له اديت. ماشي، وهنستنى لغايه لما يضاف معانا بالشكل ده كده. الفيديو زي ما انتم شايفين اتضاف معانا، وكاني مفيش فيس كام قدامكم دلوقتي، كاني اللعبه قدامكم بالظبط، وكاني مفيش فيس كام. ماشي، طبعا هنعتبر ان ده فيديو بالشكل ده كده. هنمسك الفيديو بتاعنا اللي احنا صورناه اللي فيه اللي احنا مصورين نفسنا فيه، هنمسكه ونضيفه هنا بالشكل ده كده. اوكي، هتمسك الفيديو. هنفترض ان ده فيديو، يعني عشان ايه نبقى كل حاجه واضحه، نفترض ان ده فيديو، او اضيف لكم الفيديو ده عادي، مش يعني مش لازم، كاني ده الفيديو، فاهمين؟ كاني ده الفيديو اللي احنا مصورين فيه نفسنا، كاني ده الفيديو اللي احنا مصورين فيه نفسنا. فنمسك الفيديو اللي احنا مصورين فيه نفسنا، هنصغره بالشكل ده كده، صغره على قد ما يمكن، يعني ممكن تكون كده كده، اهم حاجه تطلع معدوله. هنمسكه بعد ما نصغره هننقله لاخر الفيديو بالشكل ده على اي حته يعجبك فيها. انا مثلا لو ليكن يعني هنقله في الحته دي. ماشي، هتضيف الفيس كام بتاعتك في الحته دي. اوكي، بعد كده تروح على الصور. اسيب لكم صور قد كده زي دي، زي فيس كام بالشكل ده كده، اسيب لكم مجموعه صور من الصوره دي، بس مجموعه من الصور هتمسكها كده وتنزلها على الفيديو. ماشي، وهتمسك الصوره بالشكل ده كده تخليها على قد الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين هسيب لكم صوره بالشكل ده كده. طبعا هسيب لكم مجموعه من صور الفيس كام بالشكل ده كده، هسيب لكم صور كتير فاللي يعجبكم تحطوه. طبعا اول حاجه هنمسك الصوره بتاعت الفيس كام هننقلها بالشكل ده هنا، وتعملها على قد الفيديو. يعني الفيديو مثلا لو مثلا لغايه هنا كده بالشكل ده، ثانية بس، لو انت بصور فيديو ومدته مثلا قصيرة زي كده او طويلة، يعني لم يكن مثلا طويلة قصيرة، اهم حاجة تخلي صورة الفيس كام على اخر الفيديو. ماشي، تخليها على اخر الفيديو. ماشي، بعد كده تروح على اول الفيديو بالشكل ده كده، تضغط على الصورة، بعد كده تروح على الخيار اللي هو ده، بعد كده على اللي هو الخيار التاني بالشكل ده كده، وتروح على الخيار اللي هو اسمه ريموف بالشكل ده كده، بعد كده تروح على اللون اللي هو الاخضر ده وتخليه لون ابيض. ما انت ممكن مثلا تضيف صورة الفيس كام ممكن تكون الخلفيه بتاعتها مش بيضه زي كده، ممكن تلاقي الخلفيه بتاعتها خضره فتسيبها خضره، ممكن تلاقي الخلفيه بتاعت الفيس كام سودا مش بيضه زي كده فانت تخليها سودا، فانت هتلاقيها بيضه زي كده مثلا. ماشي، فانت تروح عامل ازاي، تدوس على اللون الاخضر ده بالشكل ده كده، بعد كده تروح على اللون الابيض اللي هو بتاع الفيس كام، بعد كده تدوس كده، هتلاقوا الفيس كام طلعت معاكوا حلوه والخلفيه البيضه بتاعتها اتشالت. فتروح على الفيديو، ماشي، وتركبوها. هتروح على الجزء اللي هو في الاخر، الجزء اليمين اللي في الاخر، وتظبطوه مثلا كده زي ما انتم شايفين ظبطناه. بعد ما ظبطناه شفته وطلع مظبوط ازاي في الاخر، نروح بقى نصغر على قد الفيس كام اللي احنا عاملينها، نصغر بعد كده نسحب
نسحبها لفوق زي ما انتوا شايفين الجزء ده ما اتظبطش، فنعمله كده زي ما انتوا شايفين الفيس كام طلعت معانا مظبوطه، نرفعها بس سنه كده زي ما انتوا شايفين الفيس كام طلعت مظبوطه معانا اهو ماشي، زي ما انتوا شايفين طلعت مظبوطه معانا. وممكن كمان تكبر تقصر، بس لو انت عملتها كده صغيره هتطلع حلوه معاك، حتى لو كبرنا كده زي ما انتوا شايفين لما تيجي تشوف الفيديو كامل هيبقى كبيره مش هتبقى صغيره. فزي ما انتوا شايفين الصراحه جميله جدا جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين بعد ما انتهينا بالشكل ده بقت شكلها عامل ازاي، شكلها روعه 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 جدا 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 زي ما انتوا شايفين. عملنا فيس كام وبشكل جميل جدا وبالجوده رائعه. ويا ريت تعمل لايك لو عجبك الفيديو وتشترك في القناه لو انت عمرك شفنا وكده. كنت اشرح ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.